شوارع باماكو تتحول إلى قاعة لعرض الصور. العاصمة المالية تخلد الحرب التي لم تضع أوزارها بعد. صور التقطها صحفيون أو فنانون توثق لصفحة دموية في تاريخ البلاد. في كل مكان عرضنا فيه هذه الصور جاء جمهور بأعداد كبيرة. الجميع كان يعبر عن رغبته في أن يتواصل العرض لفترات أطول حتى يتمكن أكبر عدد ممكن من مشاهدة الصور. لكن وراء الفكرة التي استحسنها الزوار تعيد الصور إلى الأذهان شبح الحرب، فكل مشهد يحمل في طياته ذكرى مأساوية. هذه الصورة أثرت في بشكل عميق لأنها تعبر عن العنف المستشري في البلاد. هذه صورة تذكرنا بضرورة توحيد جهودنا لوضع حد لهذا العنف والتصدي لكل جهة تقف وراءه. العرض لن يتوقف في باماكو، بل سيغادر أسوار العاصمة ليجوب المدن المالية أو المدن الآمنة منها على وجه أدق. فالصورة لا تزال قاتمة في البلاد.